قال صورة الحقيقة التي خفيت على كثيرين، كان نعم الخليفة لأبيه البطل الذي نقل المعاناة التي ما زال يعاني منها الآلاف. نقل الخبر ليصبح هو الخبر، ليتصدر عناوين الأخبار والقنوات الإعلامية. إنه ناقل صورة الحقيقة، الشهيد حمزة وائل الدحدوح. فكما قلنا، ليس أصعب من آلام ووجع الفقد. فكيف إذا كان الفقد الولد البكر فلذة الكبد؟ ليس بضعة مني، حمزة كان كلي وروح الروح وكل شيء،